مو بس بحياتي، كمان بعقلي، وحتى بقلبي ما كان في حدا قبلك. قبلك ما عرفت الحب، وانت اول شخص انا بحبه بحياتي. يمكن اللي عم بيصير معنا سببه قلة تجاربي، الكذب اللي كذبته، اخطائي معك، كل شي صار من قلة تجاربي. انا كنت بعرف النسوان والتعامل معهم. طبعا انت غيرتي كل شي بعرفه، انت خليتيني اعيش حياة جديدة. انت ابدا ما حبيت بحياتك قبلي؟ الحب عرفته معك فريحة، انت بتعرفي هالشي منيح. يعني من بين كل نزواتك تبع الليلة الوحدة ما صارت علاقة حب طويلة يعني؟ لا تجذب علي أمير، أنا عم بسألك لأني ما حكينا بماضينا أبدا. ما دامنا عم نحكي بهذا الموضوع خلينا نحكي عن ماضينا كمان. طيب، كان في وحدة، كانت العلاقة بيناتنا شكل مختلف، بس ما فيني سميه حب. يعني كان في وحدة تلتقي معها دائما؟ اي نعم. شو كان اسمها؟ اوعك تقلي انه بدنا ننهي سهرتنا. انا عن جد كثير تعبان، اذا بدي خليكي انتي سهرانه. رح تتركني بين هدول الوحوش يعني؟ انتي بتقدري تدبري حالك. قلت لك اني عملت لك مفاجاه اليوم. اي مفاجاه؟ رغم انك ما بتستحقها ابدا. ليش هيك عاملة؟ أخيرا لقيت الحل اللي بيحميني من هالوحوش. علاقتي ما كانت فيها شدية، كانت تسلاهي فريحة. عن جد تسلاهي؟ كتبت اسمك على رقبتها ما هيك؟ والله مبدعة، كثير مبدعة. مزبوط، كانت مبدعة كثير. بما انه وشمت اسمك على رقبتها معناتها مصدقه كثير اللي عاشته. ما بظن هيك صراحه، حتى وقت عملت الوشم ما بظنها كانت جديه هالقد. يعني الحياه بالنسبه لها ما كانت كثير جديه. الظاهر انها كسرت لك قلبك. لا، ما في اي مره غيرك انت، حتى ايجا ما نجحت بهالشيء. اسمها ايجا؟ قديش طولت علاقتكم؟ سنه تقريبا. انا مليت من حياه سهر الليل، وهي ما كانت تتسلى مثل قبل. هي خانتك شي؟ رح أقول إنها خدعتني، مزبوط. ضايقت من اللي صار؟ عصبت لأنها تركتني هيك. بس أنا بكل حياتي ما تضايقت مشان بنت مثلك أنت فريحة. يعني حتى لو تضايقت بس هي بالنهاية خانتك. لهالسبب أنت ما بتوثق بحدا؟ برأيك أنا ما بوثق بالناس؟ بجوز، بسبب كل الكذب اللي كذبته عليك. أنا آخر شخص بيحكي عن الثقة، بس أنت إيه ما بتوثق بالناس اللي حواليك، حتى أقرب الناس لإلك، يعني كوراي مثلاً. لما شفت صورتي بالمجلة معه حتى هو ما وثقت فيه. حتى بأبوك ما توثق، بتعرفي هالمثل ما؟ أنا تعلمت من أنا وصغير إني ما أوثق بأبي. أنت وطفلة، إذا ما قدرتي توثقي بأبوكي، بمين رح تقدري توثقي؟ أما إنك ما توثقي بأمك، لما تكبري ما رح تعرفي توثقي بحدا. هالشي عم تقوله بس لأنهم انفصلوا؟ عم بقول هالشي لأنه هنن علموني ما أوثق بأي حدا منهم. أنت ما بدك تحكي شو عملوا معك ولا ما بدك تتذكر؟ يمكن الوقت بينسينا كل شي، بس ما بينسينا طفولتنا. أمك وأبوكي بيتركوا أثر كبير بطفولتك، وإن رضيتي أو لا هالأثر رح يضل معك لآخر عمرك. شوفي، أنا حامل هالأثر من أهلي، هذا الشي واضح معك، وكوراي بيعرف هالشي منيح. يعني حسب الوقت اللي عشته مع أبوك
أكيد المربي تركت بصمة بحياتك كمان. مظبوط، المربية كمان. تعرفي أنت معك حق، حتى المربية بالبيت كانت إلها بصمة بحياتي. طبعا بصمتها كانت بسبب أبي. ركبتي بابا عم تجاني؟ روح خبر خالي زينب. يلا يا عمري. خالي زينب؟ أنا شفت أمير عم يسرق من جزدانك مصاري. شو؟ لك ابني أنت غبي حتى تسرق مصاري من جيبتي ولك أنت ولي عهدي عم تسرق من جيبتي؟ يعني من جيبتك يا غبي؟ هيك تعلمت ببيت أمك؟ ليش جوز أمك ما كان يعطيك خرجيتك؟ أنا ما سرقت مصاري بابا، شفت خالي زينب عم تاخد. مو بس حرامي، كذاب كمان. اعتذر هلا بسرعة من خالي زينب. يلا. أنا ماني كذاب ولا حتى حرامي وما رح أعتذر منها، أنا كنت عم بحكي صدق. قال عم يحكي صدق. قال لي اطلع على غرفتك، واذا ما اعتذرت من خالي زينب ما رح تطلع من غرفتك ابدا. لكن مشان هيك امك زتتك بخلقتي. قلت لي ابوك ماله سيء بس طلع كثير غلطان بحقك. لا تواخذني، بس أبوك مانو سيء وبس، أبوك ما في بقلبه رحمة كمان. خليني أقول عنه رجال بيحب النسوان. أبي وكل علاقاته شي موجود بكل جزء من طفولتي، وأنا بكل جزء من حياتي كانت أمي موجودة معي. أنا حكيت لك أني قضيت معظم أيام طفولتي مع أمي بالبيوت اللي بتنظفها، وطبعاً أكثر شي ببيت جانسو. تلمسي بيتي فريحة. بابا جاب لي هذا البيت وهي هدية إلي لأني أميرة حقيقية، وبس الأميرات الحقيقيات بلمسوا هذا البيت. طيب شو بصير إذا لمسته مرة واحدة؟ ما بصير تلمسي هذا البيت لأنك أنت مالك أميرة حقيقية. إيه أنت كمان مالك أميرة ولا شيء، لأن الأميرات الحقيقيات مو موجودين غير بالقصص. أنا رايحة أقول للماما، بس تجي الماما رح تقلك إنه أنا فعلا أميرة حقيقية. واستني هلا رح أجي. ماما تعالي شوفي فريحة عم تقول إنه بابا عم يضحك علي لي لأنه أنا أميرة. خلاص حبيبتي بلا ما تتخانقوا هلأ، وخلي فريحة تلعب معي. شفتي ماما، فريحة كسرت البيت تبعي. عن جد مو بقصدي والله يا خالة، ما كان قصدي انه اكسره. لا عن قصد، انت هيك عملتي وانا بعرفك انت غيرانة لانك مالك اميرة مثلي. خلاص حبيبتي بلا ما تتخانقوا هلا، وخلي فريحة تلعب معي. منرجع منظبطه، واذا ما زبط بجيب لك واحد جديد. فريحة حبيبتي انت هلا روحي على البيت، امك بتكون ناطرتك تحت لانها هلا خلصت ونزلت. يلا. أصلاً بابا كان قايل لي ومنبهني
إني ما ألعب أبداً مع بنت الناطور. بجوز كان معها حق، بدون ما انتبه على حالي كنت بغار منه. فريحة، كنتي مجرد طفلة. بس أنا ما كنت طفلة عادية، أنا كنت بنت الناطور. لما تكون ابن الناطور كل الناس بتصير تشوفك بشكل مختلف. أوقات بحس إنه في غضب كتير كبير جواتي على ماضيي ويومي هاد، الشي اللي عشته والشي اللي لسه ما عشته، حتى على أهلي وأحلامي بلاقي غضب من كل شي بيكون حوالي. بس بعدها بيصير شي بقدر سامح كل واحد منه، لك حتى جانسو. بس إلا أنت، كأنه ما فيني سامحك ابنه. يمكن ما فيني سامحك لأنه ما حدا حرق لي قلبي وعذبني مثلك. صح، بابا ضربني كف وأذاني، وكمان عاقبني بشكل فظيع كتير. حتى محمد كأنه بيحاول يعمل كل جهده لحتى ينسيني إنه أنا بكون أخته. ولا جانسو اللي حاولت تقتلنا، بس ما حدا قدر يحرق لي قلبي مثل ما أنت حرقته. طيب بركي، لأني هلأ فهمانك أكتر من أي وقت. أنا كمان عشت خيبات أمل. لما اكتشفت إنك كذبتي علي فكرت كتير إنه مستحيل أقدر سامحك. بس بعدها صارت حالتي مختلفة، بفيق كل يوم وأنا عم بغفر لك. بس لما أجي بدي نام بحس بكره كبير اتجاهك. لو تعرف قديش متضايقة منك. الغضب اللي جواتي ما في شي بيشبهه بنوب. فريحة، أنا كمان معصب من حالي. بتصدقيني إذا قلتلك إني ما عصبت على حدا قد ما عصبت منك هديك الليلة؟ كنا عم ننجح، كيف ما انتبهت على هالشي؟ رهاب الخوف؟ شو ما كان اسمه، كيف ما قدرت تفهم ليش نجحنا؟ لأنه كنا على طبيعتنا. نحن ما كنا هيك وقت عرفنا بعض؟ بعرف. طالما بتعرف احكيلي، ليش دمرت كل شي؟ ليش أنت تصرفت معي هيك؟ أنا ما بعرف. بلحظة واحدة، لحظة واحدة نهت كل شي نحن عشناه مع بعضنا، كأنه ما عشناه أبدا. كل أيامنا سوا بالجامعة، ببيت الجبل، على الجزيرة، كل أيامنا اللي عشناها مع بعض بلحظة واحدة محيتهم. ما رح تهربي أمير، بترجاك تركني روح لو سمحت. تتذكري كيف كنتي تلمسيني؟ لهذا السبب أنا ما رح أتركك، لأنه نحن هلأ بحاجة لنحضن بعض حتى ما نضعف. تعرف أنه أنا عشت أحلى وأسوأ أيام حياتي معك؟ قولي أول شغلة بتخطر ببالك. الهليكوبتر أول شغلة بتخطر لي. شوي شوي أمير، داخلي من هي الربطة بقى. قلت لك ممنوع الغش. أوف. ارفعي قشري أمير. شو هاد؟ انتبهي، استني شوي وطي. شو هالصوت؟ اصبري كمان شوي بتعرف.
حتى ما حسيت عليك. كيف يعني؟ بسبب الكندرة الحمراء الصغيرة. طيب احكي لي أمير، أنت عن جد بدك كان نحكي وما نسكت أبدا؟ طيب احسب الوقت اللي ما حكينا فيه. كنت بالمدرسة وعم ببكي وأنا نازلة من على الدرج. كنت شايفتك. أنا بحياتي ما رح أنسى هداك اليوم. كندرتك كانت عاصة على رجلك كتير. كنتي عم تقولي أمي ساعديني، هالكندرة كتير ضيقة على رجلي، أمي شلحيني إياها الله يخليكي، أمي شلحيني الكندرة بسرعة. وبعدين وقعت على الأرض. وبعدين ركضت لعندك لأحملك من الأرض. بهذاك الوقت ما كان بدي أي شيء أكتر من هديك الكندرة الحمراء، وكنت بدي إياك كمان بهديك القوة حتى لما كنت عم بتهرب منك بالبداية. وأنا جرحتك مثل هديك الكندرة، ما هيك؟ شو يلي إذا عملته مرة تانية؟ يعني إذا بستيك؟ بسني مشان ما يطلع صوتي. مزبوط أمير، بكفي بقى، نحن جنينا وخلصنا ماشي؟ هلأ بدك تفتح الباب ورح تخليني أطلع من هون وبكل هدوء. فريحة ما رح أفتح الباب. أمير طول الليل كنا عم نحكي نحن. إيه حكينا وشو؟ فكر إذا قعدنا ليلة وحكينا كل شي رح ينحل؟ معك حق، لسه ما حلينا كل شي، ويمكن ما حلينا أي شي أبداً. طلعي، هاي سبب تاني مشان ما افتح الباب. بدك تفطري؟ بدك تفطر؟ ما في غير البيض والجبنة، إذا بدك بنعمل أومليت. شربتهم كلهم، وإذا ما رح تفتح لي الباب رح موت هون قدام عيونك. فريحة امشي. تركني فريحة، امشي معي. بدك تستفرغي. أمير تركني. بدك تستفرغي فريحة. تركني، ما رح استفرغ. تركني. حطي مي بالسخان. يعني بدك يعني افطر معك كمان؟
معدتك فاضية، لازم تاكلي لقمتين. ما رح اكل شي. ايه براحتك. امير انت بدك تجنني بتصرفاتك يعني؟ كأنه مو صاير شي ومو عاملين شي لبعض من مبارح، عن جد انت غريب؟ هلا بدك يانا نقعد ونفطر سوا كمان؟ مو مجبورة تفطري إذا بدك، بس مجبورة أبقى هون لحتى تستسلم، ما هيك؟ أمير لأمتى يعني؟ لأمتى يعني رح تضلك تتصرف معي هيك؟ ليك إيدك شلون صارت رح تتجرسم؟ يلا بكفي خلينا نطلع من هون بقى، لازم تروح على الدكتور يشوف الجرح. شوف الدكتور وأنا من هنيك بروح ومنرتاح لنا شوي. شو ما عم تسمعني يعني؟ ولا ما عم تسمع صوتي كمان؟ فيها ما تسمعني كمان؟ ليك أمير رح يقلقوا علينا العالم، بجوز يفكروا صاير لنا شي مو منيح ويعملوا مشكلة بالبيت. أمير أنت عن جد ما عم تسمعني؟ رح يشوفوا إنه ما في شي ويرجعوا يروحوا. أمير هي مو لعبة أولاد لحتى تلعب هيك، ما رح تستفاد شي بهي الطريقة. أمير أنت بتسمعني منيح؟ يعني مو معقول الحكي اللي حكيناه للصبح ما له أي معنى؟ ما نفع لشي أبدا؟ أمير ما رح ينفع بشي، عن جد ما رح تستفاد شي. طيب معناتها منشوف. لك أمير معقول تضلك حابسني هون يعني؟ وقاعد عم تلعب مثل أولاد معي؟ أنا ما عم بلعب معك فريحة، نحن هون، أنت هون، ومو طالعين من هون لحتى نلاقي حل. حابب تلعب يعني؟ إذا كان هيك بدك العب لحالك لكان. فريحة افتحي الباب. ماني فاتحة. رح شوف مين رح يلعب وينبسط أكتر. اطلعي انت هلا يلي عم تلعبي. والله انت اللي هيك كان بدك. فريحه افتحي احسن ما نتخانق. اذا بدك يعني افتح هالباب لازم تفتح باب البيت بالاول. انت اي جزء بخوفك اكثر؟ الحكي معك ولا حدا يسمعك؟ احكي لها شوف من اي شغله خايفه انت؟ بجوز خايفه اني ما صدقك وقت انت عم تحكي، او بركي انا خايفه اني افقد احترامي لحالي مثلا. لا تخافي لكان، انا ما حكيت لك شيء مو حاسس فيه بنوب. ما بيهمني أبداً شو حاسس حضرتك، لأنه أنت كمان ما بيهمك أبداً أنا شو حاسة. مو لمرة اهتميت فيني. بعمري ما سمعت كذبة أكبر من هي. أنت اهتميت بالشغلات اللي غيرك عملوها فيني أمير، بس ما فرقت معك كل شي ساويته فيني. أنك تداوي جروحي من الناس التانين أسهل، ما هيك؟ خلصنا بقى فريحة، أنا كمان مجروح مثل مو أنت مجروحة. إيه لو مثل ما أنت عم تحكي وكتير فارقة معك هذا الشي، ما كنا هلأ هون وبهي الحالة. ما كنت حبسني بالبيت اللي جرحتني فيه 100 مرة. البيت اللي جرحتك فيه 100 مرة؟ إذا بدك مني أرجع للماضي برجع. شو صار بالبيت ها؟ البيت اللي جبتك عليه مشان عزبك؟ ولا البيت اللي قلت لك تعي وقضي فيه ليلة بس؟ ولا البيت اللي أمك نظفته؟ أمير اسكت! اسكت! ما رح اسكت، وأنت ما رح تسكتي. أي بيت هاد؟ البيت اللي خنتك فيه ولا البيت اللي بكيتك فيه؟ اطلعي لهون وواجهيني. انت عم تحكي هيك مشان تضايقني وتقهرني وتخليني اطلع من هون. انا هلا عرفت شو صارت قيمتي عندك، عرفت شو قيمة مشاعري عندك. هلا بدل ما تطلعي وتسكتيني وتواجهيني قاعدة عم تحبسي جواتك مشان ما تفتحي هالباب وتطلعي. ما عم تعملي هيك لتحكي لي بشو حاسة وشو متضايقة، كله بس مشان تزليني. ايه خلص حاجتك حكي فاضية. فريحة بعدي من ورا الباب. اصلا مالي ورا الباب يا فهمان. فريحة بعدي عم بقلك اطلعي قدامي. عيب والله عيب. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاخطارات لتكون اول من يشاهدها.